دي تبقى مرحله التسجيل كده خلصت معايا تمام التمام. فاضل معايا مرحله التحجيم بقى، وافضل مرحله للتحجيم طبعا في ناس بتحجم بسيتوكاينين، والسيتوكاينين ده بالنسبه للجوافه خطا شويه، لانه السيتوكاينين الجوافه بيعمل تدرنات في الثمره وبيشوه الثمره. لو هترش سيتوكاينين ترش في مرحله ما قبل الثمره، لكن في وجود الثمره ممنوع رش سيتوكاينين على الجوافه عشان بيعملها تدرنات في الحبه وتشوهات في الثمره. فانا برش ريبريليك اسيد او النفثلين اسيك اسيد ماشي في فتره ما بدايه التكوين، مع مركب زي الفارماتون ده، فوسفور بوتاسيوم عالي مع فوسفور مع نيتروجين. الفارماتون ده عباره عن تركيبه كده متناسقه للنسب الموجوده في الثمره نفسها للتحجيم. جميل. فهي 10% ازوت، 17% فوسفور، 40% بوتاسيوم، والبوتاسيوم فيها فوسفور الساترات بوتاسيوم، فسهل جدا الامتصاص، بيتخزن في الثمره مباشره. جميل. طب اذا